السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل الـ Avian Anatomy. النهاردة هنتكلم عن الـ Respiratory System أو الجهاز التنفسي، الـ Urinary System الجهاز البولي، والـ Male Genital System اللي هو الجهاز التناسلي الذكري. أول حاجة هنتكلم عنها هو الـ Respiratory System أو الجهاز التنفسي. The respiratory system consists of بتكون من ال nasal cavity, larynx, syrinx, trachea, lungs and air sacs. ال respiratory system في ال tube بيختلف عن ال mammals. في ال mammals مش بنلاقي ال syrinx ومش بنلاقي ال air sacs، مش موجودين. هنبدأ أول جزء هو بال nasal cavity. ال nasal cavity يعني تجويف الأنف. وزي ما احنا اخدنا في المحاضرات قبل كده ان الاوفرنكس بيبقى كونكتد بالنيزل كافيتي عن طريق الكونال كليفت. النيزل كافيتي بيفتح في الاوفرنكس عن طريق الكونال كليفت، والنيزل كافيتي بيفتح لبره للاكستيريور بالنوستريلز. النوستريلز اللي هي فتحات الانف. بينقسم النيزل كافيتي او تجويف الانف بينقسم لثلاث اجزاء، 3 regions، 3 مناطق. الجزء اللي من قدام المدخل اسمه الفيستيبيول، وبعدين الريسبيراتوري ريجون، والجزء الخلفي اسمه الاولفاكتوري ريجون، وده اللي هو بيبقى مسؤول عن الشم الاولفاكشن. يبقى النيزل كافيتي عباره عن فيستيبيولار ريجون، ريسبيراتوري ريجون، والاولفاكتوري ريجون من ورا. الفيستيبيولار ريجون يعني المدخل، مدخل اي حاجه اسمها الفيستيبيول. دلوقتي هنتكلم عن بعض الستراكشرز اللي ليها علاقه بالنيزل كافيتي وتهمنا، زي مثلا النيزل سيبتم. النيزل سيبتم اللي هو الحاجز الانفي. زي ما احنا عارفين النيزل سيبتم ده بيقسم النيزل كافيتي لرايت وليفت هافز، لنصين، نص يمين ونص شمال. في برضه حاجه اسمها النيزل كونكي. يعني ايه نيزل كونكي؟ ده عباره عن عظم رقيق جوه النيزل كافيتي بيبقى متبطن من الناحيتين بالريسبيراتوري ابيثيليوم. دي النيزل كونكي، عامل زي المحار كده جوه النيزل كافيتي. والنيزل كونكي في روستوال وفي الميدل وفي كودال نيزل كونكي. زي ما احنا شايفين في الصوره دي، ادي ده النيزل كافيتي، قطاع طولي في النيزل كافيتي. احنا شلنا النيزل سيبتم فده نص النيزل كافيتي. عندنا الجزء اللي من قدام ده، المنطقه دي اسمها النيزل فيستيبيول، وبعدين المنطقة اللي في الوسط النيزل اللي هو الريسبيراتوري ريجون، واللي المنطقة اللي من ورا دي الأولفاكتوري ريجون. بالنسبة للنيزل كونكا، أدي أهي روستال نيزل كونكا اللي هي دي، دي الميدل نيزل كونكا، واللي من ورا دي هي الكودال نيزل كونكا. أهي مثلا في الصورة دي أدي النيزل كافيتي، جزء نص منه، هاف من النيزل كافيتي. أدي الروستال نيزل كونكا والميدل نيزل كونكا والكودال نيزل كونكا. من الحاجات التانية اللي بنلاقيها في النيزل كافيتي النيزل جلاند او السولت جلاند. النيزل جلاند او السولت جلاند دي بتبقى موجودة، بتتكون من تو لوبز. اهي ادي السولت جلاند بتتكون من تو لوبز، كل لوب بيبقى ليها دكت بتفتح في النيزل فيستيبيول. دي بتبقى موجودة في المارين بيردز، بتفرز 5% سوليوشن من الصوديوم كلورايد. الصوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام. ليه بتفرز 5% سوليوشن من الصوديوم كلورايد؟ عشان تساعد المارين بيرد اللي هو الطيور البحريه ان هي تشرب ميه البحر، تو درينك السي ووتر. سي ووتر بيبقى 3% سولت سوليوشن، يعني محلول ملحي 3%. فدي بينيبل او تساعد البيرد اللي هو تو درينك السي ووتر، ان يشرب ميه البحر، يعني تعادل ايه الملوحه. كده خلصنا النيزل كافيتي او تجويف الانف. بعد النيزل كافيتي بتجيلنا اللارنكس. اللارنكس اللي هي الحنجره. الطيور بتختلف عن المامالز ان بيبقى فيها حنجرتين، تو لارنكس. كرينيال لارنكس من قدام اسمها ريسبيراتوري لارنكس، وكودال لارنكس اسمها سايرنكس. فالسايرنكس ده مش موجود في المامالز. المامالز فيه لارنكس واحده بس اللي هي بتبقى من قدام دي، وتبقى مسؤولة عن تكوين الصوت، إخراج الصوت يعني، generation of voice.
لكن في الطيور لا، الريسبيراتوري لانكس اللي من قدام دي الكرينيال لانكس دي مالهاش علاقه بالصوت، اللي ليه علاقه بالصوت او الاورجان اوف فويس هو الساينكس او الكودال لانكس. يبقى يا جماعه الطيور البيردز بيبقى فيها تو لانكس، كرينيال لانكس او الريسبيراتوري لانكس دي من قدام، والكودال لانكس او الساينكس دي بتبقى من ورا. هنتكلم الاول عن الكرينيال لانكس، دي بتبقى موجوده في الفلور اوف ذا فرينجيال كافيتي جوه اللارنجيال موند. وزي ما قلنا في اول محاضره اللارنجيال موند ده بيبقى اهو، ادي اللارنجيال موند في الفلور اوف ذا فرينجيال كافيتي. اللارنجيال موند ده اللي هو التل الحنجري، بيحتوي على اللارنجيال على ريسبيراتوري لانكس، بيحتوي على اللانكس. واللارنجيال موند ده عباره عن هارت شيبد اليفيشن، اهو ارتفاع شكل الاليفيشن وشكله زي القلب، بيحتوي على اللانكس وبيبقى فيه فتحة، الفتحة دي هي الفتحة المدخل بتاع اللانكس واللي بنسميه الجلوتس. يبقى اللارنجيال موند ده اليفيشن بيبقى عليه فتحة اوبننج، الاوبننج لللانكس وبنسميها الجلوتس. يبقى الفتحة دي اللي في اللارنجيال موند اسمها ايه؟ اسمها الجلوتس. بالنسبة للكرينيال لانكس او الريسبيراتو لانكس بتتكون من ايه؟ بتتكون من كارتليج. اللارنجيال سكيلتون بيتكون من كارتريج، يعني غضاريف. كم واحد؟ أربعة، عددهم أربعة. واحد كارتريج منهم أهو اسمه الكريكويد، وواحد اسمه البروكريكويد، والأريتينويد دول بيبقى بيرد، اتنين أريتينويد، واحد الناحية دي واحد الناحية التانية. يبقى اللارنجيال سكيلتون بيتكون من فور كارتريج، كريكويد وبروكريكويد وبيرد أريتينويد، يعني اتنين أريتينويد، يبقوا كده أربعة. بعد اللانكس بتيجي التراكية، التراكية زي ما قلنا اللي هي القصبة الهوائية. بالنسبة لللانكس، فاللانكس زي ما قلنا الكرينيال لانكس او الريسبيراتوري لانكس بلايز نو رول ان جنريتنج ذا فويس، يعني ملهاش اي دور في تكوين الصوت. مين اللي بيكون الصوت؟ بيكون الصوت الكودال لانكس او الساينكس. تمام، بعد اللانكس الكرينيال لانكس بتيجي التراكية، التراكية اللي هي القصبة الهوائية. التراكية دي بتبقى طولها حوالي 17 سنتي. بتتكون من ايه التراكية؟ بتتكون من كومبليت كارتليجنس رينجز، يعني حلقات من الغضاريف، عددهم كبير من 108 ل 126 كارتليجنس رينجز. أول وآخر أربعة بيبقوا سيمبل، يعني حلقات كده رينجز سيمبل بسيطة، لكن بقية التراكية الرينجز أو الكارتليجنس رينجز بيبقى ليها شكل السيجنت رينج. سيجنت رينج يعني شكل الختم او الخاتم، يعني بتبقى حلقه وليها من فوق حته واسعه. ده بالنسبه للتراكيه. بعد كده بنتكلم عن الكودال لارينكس او الساينكس، والساينكس ده مش موجود في الممالز، موجود في الطيور بس. ده يعتبر الاورجان اوف فويس. يبقى ايه هو الاورجان اوف فويس في الطيور؟ هو الساينكس او الكودال لارينكس. ده بيبقى موجود عند البايفوركيشن اوف ذا تراكيا، يعني عند انقسام التراكيا. احنا عارفين ان القصبة الهوائية بتنقسم، بيحصل لها بايفوركيشن لرايت وليفت برايمري او برنسبال برونكاي، كل برونكاس بيدخل لرئة للنج. عند البايفوركيشن اوف ذا تراكيا بيبقى موجود الساينكس او الكودال لانكس اللي هو مسؤول عن تكوين الصوت، الاورجان اوف فويس. الساينكس تركيبه على حسب تركيبه في انواع، ثلاث انواع من الساينكس، ودي بتختلف من بين الطيور المختلفه. في نوع اسمه تراكيو برونكيال، وفي نوع تراكيال، وفي نوع برونكيال. يبقى في كام نوع من الساينكس؟ في 3 تايبز للساينكس، تراكيو برونكيال وتراكيال وبرونكيال. على حسب ايه؟ على حسب الكارتليج، نوع الكارتليج اللي داخله فيه. يعني لو الساينكس كله بيتعمل من التراكيال كارتليج يبقى ده اسمه تراكيال تايب. لو الساينكس كله معمول من البونكيال كارتليج، يعني الكارتليج بتاعت البونكاي، يبقى ده اسمه بونكيال تايب. لكن لو الساينكس جزء منه تراكيال كارتليج وجزء بونكيال كارتليج، يبقى اسم نوع الساينكس ده التايب بتاعه تراكيو بونكيال. والتراكيو بونكيال ساينكس ده اللي موجود في معظم الطيور، الميجورتي اوف بيردز معظم الطيور فيها النوع التراكيو بونكيال، يعني التراكية والبونكاي الاثنين بيشاركوا في عمل الساينكس. طيب بيتكون ايه الساينكس بالاضافه للكارتريج؟ بالاضافه للكارتريج بيتكون بيبقى معاها برضه فايبريتنج سوفت ستراكشرز. فايبريتنج سوفت ستراكشرز يعني فايبريتنج ميمبرينز، فايبريتنج يعني عباره عن يعني ميمبرينز اغشيه بتهتز.
عشان تكون الصوت. طبعا كلمة vibrating يعني بتهتز. هنشوف الكارتليج بتاعت الساينكس. الكارتليج اوف ذا ساينكس اربع انواع. اول كارتليج اسمه التيمبانيوم. التيمبانيوم ده بيتكون من فور فيوزد تركيال كارتليج، يعني اخر يعني اربعه من التركيال كارتليج، اربعه من التركيال كارتليج يلتحموا مع بعض ويعملوا لي كارتليج واحده اسمها التيمبانيوم. تاني كارتليج في الساينكس اسمه البيسلس. بيسلس ده ويدج شيبت كارتليج موجود في اللومن اوف ذا تراكيا عند البايفوركيشن. ويدج شيبت دي يا جماعه يعني شبه الوتد، ودي سمعناها يا اولاد في الترم الاولاني في الفوج بتاع الهوف. قلنا الفوج اوف ذا هوف ده شكله ويدج شيب يعني شكل الوتد. برضو البيسلس ده برضو عباره عن حته كارتليج شكل الوتد كده ويدج شيب، موجوده في اللومن بتاعت التركية عند البايفوركيشن بتاع التركية. بعد كده الكارتج الثاني اللي في الساينكس انترميديت كارتلج، ودي بتبقى عباره عن فور تركية الكارتلج. هنعرف ليه اسمها انترميديت. اخر حاجه من ورا الكودا الكارتلج برونكيال سيرنجيال كارتلج. دول دول جايين من البرونكيال كارتلج، عباره عن 3 3 سي شيبد برونكيال كارتلج. وزي ما هنشوف دي صورة بتورينا الساينكس، ادي التراكية القصبة الهوائية، وادي اهي انقسمت بايفوركيشن لتو برونكاي اهم. ده اخر لاست فري تراكية رينج، اخر تراكية رينج حرة لوحدها. من اول هنا يبدأ الساينس. شايفين ده؟ ده هو التيمبانيوم. التيمبانيوم اول جزء في الساينكس من قدام، وده زي ما قلنا ده بيتكون من فور فيوزد تركيال كارتلج، أربعة تركيال كارتلج التحموا مع بعض وعملوا لي كارتلج واحدة اسمها التيمبانيوم. بعد كده ده الانترميديت كارتلج. الانترميديت كارتلج ده عبارة عن فور تركيال كارتلج اسمهم الانترميديت كارتلج. بعد كده عندنا ده البيسلس اللي احنا قلنا عليه شكله ويدج شيب أهو، ده إيه؟ بيسلس. والبيسلس ده عباره عن حته كارتلج ويدج شيب موجوده في اللومن بتاع التركية عند البايفوركيشن بتاع التركية اهي، دي البيسلس. بعد كده عندنا دي البونكيال سيرنجيال كارتلج او الكودال كارتلج، دول عباره عن 3 من سي شيبد بونكيال كارتلج. ليه سمينا دول الانترميديت؟ لان التيمبانيوم ده يعتبر من قدام، والبونكيال كارتريج دي تعتبر من ورا، فاللي الوسط بينهم اسمها انترميديت. انترميديت يعني حاجه وسط بين حاجتين، دي التيمبانيوم من قدام، البونكيال سيرنجيال كارتريج الثلاثه دول بيبقوا من ورا، يبقى اللي في الوسط دول انترميديت سيرنجيال كارتريج، والبيسلس قاعد لوحده في اللومن بتاع التراكيه. ده بالنسبه للكارتريج اوف ذا ساينس. طيب بالاضافه للكارتج زي ما قلنا في فايبريتنج ميمبرينز. الفايبريتنج ميمبرينز في اثنين، في نوعين من الفايبريتنج ميمبرينز، في ميديال تمباني فورم ميمبرينز ودول بيرد اثنين، واثنين تاني لاترال تمباني فورم ميمبرينز. لما نشوفهم كده ادي اهم، ده اللاترال تمباني فورم ميمبرين اهو، ادي واحد الناحيه دي واحد الناحيه دي من بره، الاثنين دول lateral تمباني فورم ميمبرين، واللي من جوه دول ده ميديال تمباني فورم ميمبرين، ادي واحد وادي واحد. دول الفايبريتنج ميمبرينز اللي هو الاغشيه اللي بتهتز اللي بتشارك في عمل الساينس. lateral يعني خارجي وميديال يعني داخلي، اتنين من بره lateral تمباني فورم ميمبرينز زي ما احنا شايفين اهو، بتوصل الانترميديت سيرنجيال كارتريج بالبرونكيال او الكودال سيرنجيال كارتريج. الميديال تمباني فورم ميمبرين بتمسك بين البيسلس وبين البونكيال سيرنجيال كارتريج. ادي التمباني فورم ميمبرينز اثنين لاترال واثنين ميديال. بالاضافه للكارتريج دي كلها بيعملوا حاجه اسمها الساينكس اللي هو الاورجان اوف فويس في الطيور. بعد ما خلصنا الساينكس هنتكلم عن خامس جزء من اجزاء الريسبيراتو سيستم وهو اللونجز. اللونجز اللي هي رئتين. الطيور زي بقيه زي الماملز فيها رايت وليفت لونج.
اللونجز او الرئتين بتبقى موجوده في الروف اوف ذا كرانيال اند اوف ذا سيلوم. يعني ايه السيلوم يا اولاد؟ السيلوم يعني تجويف الجسم. في الكرانيال اند في النهايه القدمانيه منه في السقف بلاقي اللونجز. الكوستال سيرفيس اوف ذا لونج بيبقى ان كونتاكت وذ ذا ريبس. الريبس يعني الضلوع، اي حاجه تبع الريبس بسميها كوستال. فاللونج بيبقى ليه سقف ملاصق للضلوع للريبس بسميه كوستال سيرفيس. في حاجة برضو في اللنج لازم أكون عارفة معناها، كلمة هايلس، ذا هايلس أوف ذا لنج. يعني إيه الهايلس؟ كلمة هايلس معناها سرة، يعني المكان اللي في اللنج اللي بيدخل منه البرايمري برونكس، واللي بيدخل ويطلع منه البلاد فيزلز اللي داخلة وطالعة من اللنج، الأرترز والفينز، النيرفز اللي داخلة، الليمفاتكس، ده كل الاستراكشرز دي بتدخل في مكان في اللنج اسمه الهايلس. الهايلس او السره بتاعه اللنج دي بتبقى موجوده فين؟ في الفينتو ميديال سيرفيس. تمام، بعد كده بتتكون ايه بقى من اللنج؟ بتتكون من ايه؟ التراكيه بتتكون اول حاجه من البرايمري برونكاي. زي ما قلنا التراكيه بيحصل لها بايفوركيشن وتديني تو برايمري برونكاي رايت وليفت. ده بيتكون نتيجه ايه؟ البايفوركيشن اوف ذا تراكيه عند الساينس. كل برايمري برونكاس بيدخل في لنج وبيمتد في اللنج بينتهي عند دخول الابدومينال اير ساك. بعد كده البرايمري برونكاي دي البرايمري برونكس بيدينا بيتفرع كده وبيدينا بيطلع منه السكندري برونكاي، ومن السكندري برونكاي بتدينا البارا برونكاي. فاللنج بتتكون من ايه؟ بيدخل لها برايمري برونكس، كل لنج كل رئه البرايمري برونكس بيمتد بطول اللنج لغايه ورا لغايه مدخل الابدومينال اير ساك. البرايمري برونكس بيدينا سكندري برونكاي، السكندري برونكاي بتدينا بارا برونكاي، وده تكوين اللنج. اخر حاجه في الريسبيراتوري سيستم في الطيور هو الاير ساكس، والاير ساكس دي مش موجوده في الممالز، موجوده في الطيور. طبعا من فوائد الاير ساكس في الطيور دي عباره عن حويصلات هوائيه مليانه هواء فبتخفف وزن الطائر وبتساعده على الطيران. كمان الطائر اثناء الطيران محتاج كميه اكسجين كبيره، فالاير ساكس دي بيدخل فيها الهواء والهواء ليه دوره في بتبقى متصله الاير ساكس باللنج، وبيبقى في دوره للهواء جوه الاير ساك وجوه اللنج. الاير ساكس في الامبريو في الجنين عددهم 6 بيرز، يعني 6 ازواج. بعد كده عند الهاتشنج عند الفأس بيحصل ايه؟ زوجين منهم من ال 6 بيرز دول من ال 6 ازواج، زوجين يتحدوا ويعملوا لي الكلافيكولار اير ساك. وبعد كده 1 بير تاني يتحد ويعمل السيرفايكال اير ساك. عشان كده بلاقي الادلت بيرد في كام اير ساك؟ في 8 بس، 8 اير ساكس. لازم نبقى فاهمين موضوع الاعداد ده. لو انا عندي جنين امبريو كان فيه كام اير ساك؟ لو عدد الاير ساكس اللي فيها الاقيه 6 ازواج، بس ما بيفضلوش 6 ازواج. عند الهاتشنج زوجين منهم يتحدوا يعملوا لي اير ساك واحده اسمها كلافيكولار اير ساك، وبعد كده زوج يتحد يعمل اير ساك ثانيه اسمها سيرفايكال اير ساك، مع الثلاث ازواج الباقيين يبقوا كده 8 اير ساكس في الادلت بيرد. اسمهم ايه؟ واحدة سيرفايكال، واحدة كلافيكولار، اثنين كرينيال ثوراسيك، اثنين كودال ثوراسيك، واثنين ابدومينال اير ساكس. هنشوفهم. ادي ده دي ديجرام للتشيكن، ادي التراكية، وبعد كده ادي دي اللنج. الاير ساكس ادي واحدة اللي هي السيرفايكال اير ساك، واحدة بس. الكبيرة دي اللي من قدام دي الكلافيكولار اير ساك. دي بتحصل السيرفايكال بتتكون نتيجه لاتحاد فيوجن لوان بير من الاير ساكس الموجوده في الجنين. الكلافيكولار نتيجه لفيوجن اوف تو بيرز زوجين. بعد كده عندنا دي كرينيال ثوراسيك. الكرينيال ثوراسيك دي الليفت كرينيال ثوراسيك، ده معناه ان في واحده ثانيه رايت. دي الكودال ثوراسيك ودي برضه الليفت، يعني في واحده ثانيه رايت اختها. والمنوال الكبيره قوي دي الابدومينال اير ساك، ودي الليفت برضه، يعني في واحده ثانيه رايت على اليمين. يبقى واحده سيرفايكال، واحده كلافيكولار، اثنين كرينيال ثوراسيك، اثنين كودال ثوراسيك، واثنين ابدومينال اير ساك. يبقى كده 8 اير ساكس موجودين في الادلت بيرد.
كده خلصنا الـ respiratory system في الطيور. هندخل على سيستم تاني هو الـ urinary system. الـ urinary system وهو الجهاز البولي. الـ urinary system في الطيور بيتكون من 2 kidneys، كليتين، و 2 ureters، وحلبين. الكيدني يعني الكلية، واليورتر يعني الحالب، واليورينال سيستم انتوا اخدتوه درستوه في الممالز، درستوه في الحيوانات في الترم الاولاني. في الطيور بتكون اليورينال سيستم من 2 كيدنز و 2 يورترز. بالنسبة للكيدني الكلية بتختلف في البيردز عن الممالز. الكلية في الكيدني في البيرد بتبقى الونجيتد، طويلة، ولانها الونجيتد بتكون من 3 ديفيجنز، 3 اجزاء: كرينيال ديفيجن، ميدل ديفيجن، وكودال ديفيجن. وادي هي الكليه الناحيه الثانيه، ادي ثلاث اجزاء: كرينيال وميدل وكودال ديفيجن، لانها يا اولاد الونجيتد طويله. ولانها طويله فبنلاقيها الكدني بتوصل لغايه فين؟ لغايه اللنجز. في الحته دي بتنتهي اللنج، فالكدني عشان طويله واصله لقدام لغايه نهايه اللنج. reach the lung cranial، توصل لللونز. الكيدنز في الطيور بتبقى موجوده في بوني ديبريشنز باسمهم رينال فوسي. يعني ايه بوني ديبريشنز؟ يعني حفر عظميه رينال فوسي موجوده في السنسيكا. يبقى لكن الماملز ما فيش الكيدن، ما بتبقاش موجوده في الرينال فوسي ولا في بوني ديبريشنز. الطيور الكيدن بتاعتها بتختلف عن الماملز ان في تركيبها، يعني ان الرينال لوبز والكورتكس والمظله نوت ويل ديفايند، يعني مش متحدده كويس غير الماملز. يعني في الطيور ما الاقيش كورتكس محدده ومظله محدده ورينال لوبز محدده، نوت ويل ديفايند. الحاجات دي في الافيان كيدني نوت ويل ديفايند. يبقى الكيدني موجوده في بوني ديبريشنز اسمها رينال فوسي في السنسيكم، بتمتد لانها طويله والونجيتد، تمتد لغايه اللنجز قدام، بتتكون من 3 ديفيجنز: كرينيال وميدل وكودال. بيطلع من كل كدني بيطلع يورتر او حالب اهو، اليورتر. اليورتر بيتكون من جزئين: رينال بارت وبلفيك بارت. رينال، كلمه رينال يعني ليها علاقه بالكدني. الرينال بارت ده بيبدا من الديبس اوف ذا كرينيال ديفيجن، يعني من عمق الكرينيال ديفيجن، ويكمل بعد كده في جروف موجود على الفنترال سيرفيس اوف ذا اذر تو ديفيجنز. ده كله ده يبقى ماشي مصاحب للكليه على الفنترال اسبكت، ده الرينال بارت. بعد كده الجزء الثاني اسمه البلفيك بارت. البلفيك بارت ده بيبدا من نهايه الكودا الاند بتاعه الكدني، وبيمشي ورا في البودي كافيتي لغايه ما بيفتح في حاجه اسمها اليورديوم. اليورديوم دي جزء من الكلواكا. الكلواكا اللي هي المجمع، هناخد في اخر محاضره هنتكلم عن الكلواكا بالتفصيل، وهنقول ان الكلواكا بتتكون من 3 اجزاء. الميدل بارت بتاعها الجزء الوسطاني اسمه يوديوم، وده اللي بيفتح فيه اليوتر. الفتحه بتاعت اليوتر بتبقى دورسال لفتحه الجينيتال اوبننج، دورسال للجينيتال اوبننج. فاليوتر زي ما قلنا divided into renal and pelvic parts. renal part يعني بيبقى ماشي على الكليه، بيبدأ من الديبس اوف ذا كرينيال ديفيجن، من عمق الكرينيال ديفيجن اوف ذا كيدني، ويمتد بعد كده في جروف على الفنترال سيرفيس اوف ذا اذر تو ديفيجنز. بعد كده لما اسيب الكليه يبقى اسمه بلفيك بارت. بلفيك بارت بيمتد من الكودال اند اوف ذا كيدني وبيمشي لورا ويفتح في اليوديوم. يبقى اليوتر بيفتح فين؟ في الطيور بيفتح في اليوديوم، واليوديوم ده هو الميدل بارت اوف ذا كلواكا، الجزء الوسطاني بتاع الكلواكا. اليوديوم، فتحة اليوتر في اليوديوم بتبقى دورسال للجينيتال اوبننج. دلوقتي هنتكلم عن الميل جينيتال سيستم اللي هو الجهاز التناسلي الذكري، ميل جينيتال سيستم. ان شاء الله الترم ده هتاخدوا الجينيتال سيستم في الممالز في الحيوانات. هتعرفوا ان الجينيتال سيستم بيتكون من تيستس، التو تيستس، تو ابيديديمس، تو داكتس ديفرنس، وكوبيولاتوري اورجان، كوبيولاتوري ابريتس. وبس هنا بقى الطيور تختلف عن الماملز ان الطيور ما فيهاش اكسسوري جينيتال جلاندز. في الماملز لما هتدرسوا في الترم ده هنلاقي ان الميل جينيتال سيستم بيبقى فيه اكسسوري جينيتال جلاندز زي البوستيت جلاند، بتسمعوا عن البوستاتا.
البوستاتا او البوستيت جلاند دي واحده من الاكسسو جينيتال جلاند، لكن دي مش موجوده. الاكسسو جينيتال جلاند عامه مش موجوده في الطيور، ابسنت في البيردز. فالميل جينيتال سيستم في البيردز بيتكون بس من التستس ابيديديمس داكتس ديفانس والكوبيولاتوري ابريتس. اول حاجه التستس، التستس اللي هي الخصيه اللي هي مسؤوله عن تكوين السبيرمز الحيوانات المنويه. في الطيور رايت وليفت تستس، ودي شكلها بيبقى بين شيب. موجوده فين التستس؟ موجوده اون ايذر سايد اوف ذا ميد لاين، في الدورسال سيلوم يعني في تجويف البطن من فوق في السقف، جنب نير الكودال اند اوف ذا لانج والكرانيال اند اوف ذا كيدني. لما هنشوف هنا شايفين يا اولاد، ادي دي الكيدني زي ما قلنا اهو، كرانيال وميدل وكودال ديفيجن، وادي طلع اليوتر. ده مين؟ ادي التستس، ادي واحده وادي واحده زي ما احنا شايفينها اهي، بين شيب شكل الفوله. التستس موجوده التو تستس اون ايذر سايد اوف ذا ميد لاين، ده الميد لاين، ده خط المنتصف، فهي موجوده على جانبي ايه الميد لاين. مكانها فين؟ مكانها عند نير الكودال اند اوف ذا لانج. احنا مش قلنا من شويه ان اللانج بتوصل للحته دي؟ عند الكودال اند اوف ذا لانج والكرانيال اند اهو اوف ذا كيدني. يبقى مكان التستس نير ذا كرانيال الكودال اند اوف ذا لانج والكرانيال اند اوف ذا كيدني، يعني النهايه الخلفيه لللانج والنهايه القدمانيه من الكيدني، بلاقي مكان التستس. تمام. التستس لونها بيختلف. ازاي لونها بيختلف؟ يعني في الاماتيور ميل اللي هو الغير ناضج بيبقى لونها يلوش او بلاكش، لكن عند السيكشوال اكتيفيتي بيبقى لون التستس بيور وايت، يعني ابيض ناصع. يبقى لو فتحت ديك مثلا ولقيت التستس بتاعته بيور وايت يعني ابيض ناصع، يبقى هو ده في السيكشوال اكتيفيتي. لكن لو لقيت التستس لونها يلوش او بلاكش، يبقى ده الطائر ده اماتيور ميل. البالك اوف ذا تيستس يعني ايه؟ يعني التيستس بتتكون نفسها، البالك بتاعها بيتكون من ايه؟ بيتكون من السيمينيفراس تيبيولز. السيمينيفراس تيبيولز اللي هي الانابيب المنويه، ودي اللي مسؤوله عن تكوين ايه؟ الحيوانات المنويه. بعد ما التيستس بتكون الحيوانات المنويه، بتمشي السبيرمز في قنوات، القنوات دي اللي هي الابيديديمس والداكتس ديفرنس. الابيديديمس دي قناه بتبقى طالعه من بعد التستس، بيمشي فيها السبيرمز. والابيديديمس في الطيور بيبقى صغير مقارنه بالابيديديمس بتاع الماملز، فالابيديديمس بيبقى صغير عشان كده مش هندرسه جامد. اما الداكتس ديفرنس بعد الابيديديمس بتكون التيوب، القناه اللي بعد الابيديديمس اللي بتكمل اسمها داكتس ديفرنس. الداكتس ديفرنس ليه اسم تاني ممكن تسمعوه اسمه فاس ديفرنس، الاثنين واحد. الداكتس ديفرنس او الفاس ديفرنس ده بيجي بعد الابيديديمس، عباره عن تايت زجزاج تيوب، يعني قناه متعرجه وبتبقى مشدوده. التيوب ديت بتبقى ماشيه مصاحبه لليوتر للحالب، في البدايه بتبقى ميديال لليوتر وبعد كده بيبقى لاترال لليوتر، زي ما احنا هنشوف اهو يا ولاد. ادي الكدني، ادي رايت وليفت كدني، الكدني ادي كرانيال وميدل وكودال ديفيجن، والكدني اهو طالع منها اليوتر، الجزء ده ارينا البارت اوف ذا يوتر، وبعد كده بعد ما نخلص الكدني يبقى الجزء ده البلفيك بارت، وهو فاتح فيه اليوديوم، اليوديوم ده الجزء الوسطاني من الكلواكا، ده الكلام ده قلناه. دي التستس اهي، ادي واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي. التستس بيطلع بعد كده ده الفاس ديفرنس. الفاس ديفرنس شايفين القناه المتعرجه ديت زجزاج، دي زجزاج تيوب اهي، ده الفاس ديفرنس او الداكتس ديفرنس. الفاس ديفرنس بيطلع في البدايه شايفينه ماله ميديال لليوتر، وبعد كده بيطلع ايه لاترال لليوتر. يبقى الفاس ديفرنس او الداكتس ديفرنس عباره عن تايت زجزاج تيوب، بيبقى الاول ات فيرست ميديال لليوتر، ذن بيبقى لاترال لمين؟ لليوتر. بيفتح فين الداكتس ديفرنس؟ بيفتح برضه في اليوديوم، بس فتحته تحت فتحه اليوتر. تمام.
وبينتهي الفاس ديفرنس او الدكتس ديفرنس تنتهي بالبابيلا اوف ذا دكتس ديفرنس اللي هما الاثنين دول بابيلا اوف ذا دكتس ديفرنس. بعد كده بعد الفاس ديفرنس هنتكلم عن اخر جزء في الميل جينيتال سيستم واخر جزء في المحاضره هو الكوبيولاتوري ابريتس. الكوبيولاتوري ابريتس اللي هو جهاز الجماع، يعني الابريتس او الجهاز اللي بيوصل السبيرمز الحيوانات المنويه من الميل يدخلها جوه الفيميل، وده موجود في ان الكوبيولاتوري ابريتس موجود في الكودال اند اوف ذا كلواكا في اخر حته في الكلواكا اللي هي المجمع. بيتكون من ايه الكوبيولاتوري ابريتس؟ بيتكون من بيرد بابيلا اوف ذا دكتس ديفرنس. احنا قلنا هنا ان الدكتس ديفرنس ends by the babilla of the ductus deferens. فالبابيلا اوف ذا ductus deferens دي جزء من الكوبيولاتوري ابريتس. بيتكون الكوبيولاتوري ابريتس من البابيلا اوف ذا ductus deferens، ودول بيبقوا بيرد اثنين لان انا عندي اثنين ductus deferens، وبيرد فاسكولار بوديز والفلس وبيرد الليمفاتيك فولدز. هنشوفهم كل واحد شكله ايه. ادي اهم، ادي دي البابيلا اوف ذا ductus deferens بيرد اهم اثنين، بيرد يعني زوج، بابيلا اوف ذا ductus deferens، وده الفلس. والفلس ده بيتكون من ميديان فالك بودي وبيرد لاترال فالك بوديز. اهو ده الفلس بيتكون من ايه؟ ادي دول لاترال فالك بوديز اثنين اهو، وده ميديان فالك بودي، ده كله ده اسمه الفلس. بعد كده عندنا ده الفاسكولار بودي. الفاسكولار بودي يعني ايه فاسكولار بودي يا اولاد؟ يعني عباره عن طفط من البلاد كابيلرز، من ال يعني الشعيرات الدمويه، طفط من الشعيرات الدمويه، ده الفاسكولار بودي، واحد الناحيه دي واحد الناحيه الثانيه بس مش شايفينه لانه بيرد. بعد كده عندنا اخر جزء اللي هو ده، وده الليمفاتيك فولز، بيرد الليمفاتيك فولز، ادي اثنين، بيرد يعني زوجهم. لمفاتيك فولز، ولمفاتيك فولز كلمة لمفاتيك يعني جواها لمفاتيك تيشو، ولمفاتيك تيشو يعني تبع الاميون سيستم، تبع الجهاز المناعي بتاع الجسم. فالكوبيولاتوري ابريتس في الطيور في الميل بيتكون من ايه؟ بيتكون من بابيلا اوف ذا ductus deferens اهو اثنين، وفلس اهو. الفلس بيتكون من لاترال فالك بوديز وميديان فالك بودي. وبعد كده الفاسكولار بوديز ادي واحد وواحد الناحيه الثانيه، اللي هو عباره عن فاسكولار يعني دموي، وفي عباره عن بلاد كابيلرز. واخر حاجه الليمفاتيك فولز اثنينهم بيرد، بير من زوج من الليمفاتيك فولز. ده بالنسبه للكوبيولاتوري ابريتس في الميل جينيتال سيستم. وكده احنا خلصنا المحاضره. السلام عليكم.